بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأملج أو عنب الثعلب الهندي أو الأملة أو الأملة أو الكشمش الهندي أو الأسرك أو الأسمك، وفي مصر يطلقون عليه اسم السنانير، هو من أغنى المصادر الطبيعية للفيتامين سي، أو ما يسمى بحمض الأسكوروبيك، ويحتوي على فيتامينات أخرى مهمة مثل الفيتامين بي المركب والكاروتين، ويحتوي كذلك على أحماض أمينية والعديد من المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والحديد. ويحتوي النبات على مركبات فينولية وبوليفينول وعفص، وهو مضاد للأكسدة. وصفتنا اليوم تحتوي على نبات الأملج، ذكرت لكم مكوناته وأسماؤه بكل المناطق. إن شاء الله وصفة اليوم مذهلة جدا لعلاج تساقط الشعر، وراح تكون سهلة ومتداولة عند الجميع. ناخذ ملعقتين كبيرتين من نبات الأملج أو الأملة على 4 ملاعق طعام من الماء، نغليهم جيدا بهذه الطريقة حتى يصير معنا مركز، وتبقى عندنا يعني تتبخر ملعقتين وتبقى عندنا ملعقتين. اتركيه ينقع بعد الغليان لمدة 4 ساعات، يصير بهذا الشكل. ناخذ قارورة الشامبو الخاص بك. أنا سبق وضعت لكم موضوع بماء الورد في الشامبو، لا مانع إنك تحطي معاه كذلك وصفة الأملج. نقوم بتصفية الأملج، نصفيه مباشرة في قارورة الشامبو الخاص بك بهذا الشكل. نصفيه بهذا الشكل، ثم نقوم برج القارورة، قارورة الشامبو، حتى تنسجم المكونات كلها مع بعض بهذا الشكل. هكذا، واستخدميه في غسل الشعر مرتين في الأسبوع، وراح تلاحظي إنه التساقط عندك يخف شيئا فشيئا إلى أن تنتهي من مشكلة تساقط الشعر نهائيا، وتلاحظي أنه شعرك ابتدى ينمو. ميزته كذلك أنه يقوي الشعر ويعطيه اللمعة والبريق. إن شاء الله الوصفة هذه تعجبكم وتنال رضاكم. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع باقي الأصدقاء لكي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.